اعتقاد عند الناس بشكل عام مش بس المسلمين وغيرهم، موسى عليه السلام لما أخرج بني إسرائيل من مصر إنه أخرجهم كلهم، يعني ما بقي في مصر من بني إسرائيل أحد. الآن هذا الوهم منين جاء؟ منين جابوا؟ وإذا بتلاحظوا هذا راسخ، راسخ في عقلية المؤرخين وراسخ في عقلية أهل التفسير وراسخ في عقلية العامة والخاصة، إنه موسى عليه السلام جاء وأخرج كل بني إسرائيل وخلاص. وهذا غير صحيح. ليش؟ طبعا هذا مهم في فهم قضايا كثيرة. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى يقول فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. إذن كل اللي آمنوا لموسى مجموعة منها الشباب، قلة منهم آمنت بموسى وهم خايفين كمان، وهم خايفين. طيب إذا كانت القلة أو مجموعة من الشباب، لأن الذرية غالباً المقصود فيه يعني هالناس الشباب، الجيل الشاب هذا. طيب والناس اللي ما آمنوش شو اللي بده يخليهم يعني من بني إسرائيل؟ إيش اللي بده يخليهم يصدقوا موسى طالما مش مؤمنين ويغامروا ويخرجوا؟ دواعي خروج كان أولاً المؤمنين، صح؟ ممكن بيخرجوا مع أهل الإيمان. اثنين، قرايبهم مثلاً المؤمنين وأولادهم وأبوه وأمه وبجوز عمته وخالته، بشك؟ يعني بتلم مش بس المؤمنين وكل من هو متعاطف معهم، وبتلم كمان الناس المضطهدين اللي بدهم يعني فرصة ولو مش مؤمنين، ولو مش مؤمنين. لكن كلهم بيخرجوا ليش؟ سهل جدا انك تجعل الناس يتركوا مألوفهم والديار اللي ألفوها وكل واحد في شغله، وممكن يكون راضي، الخدام اللي جوا قصر راضي بجوز، شيك؟ واللي في بساتين راضي ويطلع للمجهول ليش؟ وهو مش مؤمن بموسى اصلا. موسى عليه السلام كان على فكره عندهم، هو نبي وبطل قومي في آن واحد، بس مش كل الناس بيكونوا يعني جاهزين يطلعوا، مش كل الناس جاهزين يطلعوا. لا القرآن قال ولا العقل بيقول انه كل اليهود او كل، عفوا، بني اسرائيل مع العدل، الان ما فيش يهود، كل بني اسرائيل ممكن يطلعوا مع موسى. بس خلينا برضو جيد نوقف عند الآية اللي الآن استشهدنا فيها، فما آمن لموسى. لاحظوا كلمة فما، إلا، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. من قوم مين على فكرة أنتم شايفين؟ من قوم مين؟ هاي اختلف الفقهاء، الشيخ مشي مع بعض المفسرين وانتوا مشيتوا مع النص. النص اقرب مذكور موسى، ومش مذكور فرعون الا القصة قبل بس، وهون بداية آية فما آمن لموسى الا ذرية من قومه. اذا الاصل في الضمير يرجع لاقرب مذكور، واقرب مذكور هنا موسى. بس شو ممكن يخليهم يروحوا لموضوع انه من قومه، يعني من قوم فرعون، من قوم فرعون؟ اللي خلاهم يروحوا لهذا الكلام اللي هو كلمة، لاحظوا، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم. فتصوروا إنه ملئهم يعني مين؟ ملأ فرعون. إذن هم فراعين، هذا اللي دفع دعاهم يقولوا هذا، ملئهم. لكن هذه الكلمة بتكشف عن حقيقة بيعرفوها كل الناس في كل العصور، انه دائما الانسان المتسلط، زي ما بصير معنا نحن هون، في ناس منهم ترتبط مصالحهم بالطاغية. كيف الناس اللي تعاونوا مع اسرائيل عنا، منا احنا، ليش بتعاونوا مع اسرائيل؟ في منهم بده يصير غني، بده كذا، تسلك مصالحه، بتلاقوا من ناس مريضين بهالطريقة هاي ولا لا؟ في كل امة، في كل أمة ناس منهم، من هذول المضطهدين بتعاملوا مع مين؟
مع الطاغية هذا والمتجبر والظالم، والظالم نفسه بده هذول الناس لأنهم هم من جوا وبيستطيعوا يساعدوه، خصوصا زمان مش اليوم. اليوم ممكن يتجسس عليك من على بعد آلاف الكيلومترات، بس زمان بيحتاج الجاسوس بين الناس واللي يشوف ويعطيه وتفاصيل كلها هاي. ولذلك يبدو ما تصوروش إنه ملائهم المقصود ملأ بني إسرائيل، إنه في ناس منهم بتعاملوا مع فرعون ومصالحهم مع فرعون. وأصلا كان لازم يقرأوا إن قارون كان من قوم موسى. من مين قارون؟ قارون من مين؟ من قوم موسى، فبغى عليهم. طب وكيف كان غني؟ كيف كان غني؟ مش القرآن قال إنه غني وغني كبير؟ طب كيف من قوم موسى وغني كبير؟ متعامل، متعامل. منلاقي منهم هذول ولا منلاقيش في كل عصر؟ بتعاملوا وأموالهم وكذا الأخيري، لأنهم بتعاملوا بصير ولا بصير؟ أصلا لازم يصير في كل عصر، بصير مش ممكن إلا يصير. تمام؟ فمن هنا لحظة، لذلك نعود نفهم الآية. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، من قوم موسى، على خوف. حتى إيمانهم هم إيش؟ خايفين من البطش. على خوف من مين؟ من فرعون وملئهم، لأنه مين اللي ممكن يتجسس عليهم ويودي أخبارهم لفرعون؟ ومين اللي ببطش فيهم، ملأهم ولا فرعون في النهاية؟ فرعون. لذلك لاحظوا الآية شو قالت: على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، يعني فرعون. مين اللي بيفتن؟ فرعون. ومين بتفتن مثلا هون؟ إسرائيل مثلا. لكن هذاك اللي من ملأك بودي لإسرائيل، واللي بيفتن وبيسجن إسرائيل. انتبهتوا الآية كيف قديش دقيقة؟